ثقتي بربي هي ديت النجاة، ترسم خطاوي الخير طريق المنتهى. خلي السعادة في الواقف الصلاة، ترتاح زيادة لما تتكلم معاه، وبنفس مطمئنة هتعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عليه، وبنفس مطمئنة. يا صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، عليكم كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد على قناتي سويت لايف. أول شي خلونا كلياتنا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طمنوني عنكم، شو أخباركم اليوم؟ شمستي عالية، الساعة 11 إلا ثلث، أنا تقريبا صحيت على 10 بس ظلتني أتقلب على التخت ما عرفت أنام لهسا. بعدين حكيت خلص لمتى بدي أظني متمددة ونايمة، خلص بكفي اليوم. بده يجي عندي أهل زوجي حماي وحماتي، الله يخليهم يا رب، بدهم يجوا هيك فترة المساء، فلازم أحضر البيت وأجهز حالي وأجهز الضيافة وأعمل كل هاي الشغلات، ورح أشارك معاكم كل التفاصيل اللي رح أعملها إن شاء الله. بس قبل ما تكملوا الفيديو، إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة واعملوا لايك للفيديو إذا حبيتوا، فضلا وليس أمرا. طبعا أول شي شغلت أذكار الصباح، بدي أعمل فنجان قهوة عشان هيك أصحصح ويبلش يومي. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وصارت قهوتنا جاهزة عن جد يا جماعة. أول شي بعمله بشرب كاستين مي، أول ما بصحى من النوم بشرب كاستين مي، بعدين بشرب يا نسكافيه يا قهوة. طبعا النسكافيه هاي الفترة مبعد عنها شوي، فبشرب قهوة سواء الأمريكية أو التركية. بس بحس لما بصحى من النوم وأحس حالي تعبانة ومكسرة ومتكاسلة وعندي شغل كثير، بحب أشرب هاي الأمريكية. أما لو هيك الوضع طبيعي بشرب تركية، فحسب يعني حسب المزاج شو بطلب يا باليوم. مستحيل يمر يومي من دون ما أشرب أي نوع من القهوة. هاي القهوة بحبها بنكهة البندق، في كثير نكهات بس صراحة البندق أزكى إشي. حتى ريحة البيت يا جماعة بتصير كلها هيك ريحة بندق، عن جد إشي من الآخر. طبعا شغلت بخور كمان أو عود ند، لازم عشان هيك أتحمس للشغل وأتحمس لأنه أخلص شغلي بالبيت. هو البيت نظيف الحمد لله، ما في كثير شغل، بس هاي الغرفة بدي أركز عليها لأنه دائما قعدتنا وأكلنا وكل إشي في هاي الغرفة، فأكيد بتتوسخ بسرعة، فبدي أمسح فيها الطاولات، أمسح الشاشة، أمسح هاي الطاولة، يعني أجهز حالي لأنه أهل زوجي إن شاء الله جايين عندي اليوم. تعرفوا أنا بالعيد ما كنت بالبيت فعشان هيك ما إجوا، فبدهم يجوا اليوم إن شاء الله ونقعد هيك سهرة خفيفة. بدي أعمل عشاء خفيف إن شاء الله، طبعا رح أشارك معاكم كل هاي التفاصيل. بس أول شي قلنا خلينا هيك نصحصح بفنجان القهوة ونشم ريحة البخور بالبيت، نحس بالنظافة. هيك خلصت كل شي، شربت فنجان القهوة، خلصت أموري، مسحت هون، شطفت الأرضية، مسحت الطاولة والطاولات والشاشة والمنظر اللي على الحيط كامل، والشباك كله صار نظيف ما في أي شي الحمد لله. شطفت الأرضية هون وكمان أرضية الممر، والله يعزكم الحمامات ليفتهم شطفتهم. غرفة ضيوف كنستها بمكنسة الكهرباء بس نزلت الأباجور وسكرت الشباك لأنه في غبرة وهواء. وبعدين آخر شيء بنفوت فيه اللي هو المطبخ. المطبخ نظيف الحمد لله ما في شيء، بس عندي هون حطيت طنجرة على الغاز عشان أسلق الدوالي لأنه بدي أعمل يلانجي، فبسلق على مراحل لأنه الطنجرة صغيرة. وهنا عندي كمان نقعت رز مصري عشان أعمل التتبيلة، وهسا رح أفرجيكم شو تتبيلة اليلانجي اللي بعملها. بدي أبلش بالتتبيلة. أول شي حضرت عندي هون فلفل حار فرمته ناعم، بقدونس كله فرمته ناعم، طبعا بندورة، فلفل حلو، وبصل، وأكيد ما نستغني عن عصير الليمون، ولازم زيت الزيتون، كثر من زيت الزيتون، وملح، وقرفة، وبابريكا، وبهارات مشكلة، وبودرة الماجي، وهاي بودرة البصل ولا الثوم؟ لا بودرة الثوم. وهنا عندي نقعت الرز، الرز المصري، تقريبا ربع ساعة وصفيته. هسا بدي أحط هاي الأشياء كلها مع بعض وأخلطهم. بدي أنزل كل إشي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي التتبيلة يا جماعة بتشهي
وهسه كمان بجيب دبس الرمان، نسيب دبس الرمان كمان بتعطي نكهة بهالشكل. يعني لازم تكثروا من الخضار. بعدين بنبلش نحط البهارات. بسم الله، ما تكثروا بودرة الماجي لأنه حاطين ملح كمان، وأصلا هي بودرة الماجي مالحة. هي شوي من القرفة بس بتعطي نكهة بهالشكل. بابريكا، هاي البابريكا مدخنة، انتوا اذا بتحبوا تزيدوا او تنقصوا بهارات زي ما بتحبوا. ان شاء الله الريحه بهالشكل. طبعا في ناس بذبل البصل مع الفلفل على الغاز مع شويه زيت زيتون، بس انا صراحه ما بدي هاي المره، بدي اعمله كله هيك من دون تذبيل. اخر شيء الملح. بسم الله، طبعا كله تقدير، ما في مثلا معلقة او نص معلقة، خلاص تقدير على الذوق. يعني ذوقوا وشوفوا اذا بده ملح بده ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلطهم هيك بالايد احسن عشان كل البهارات تندمج مع الرز كامل هيك. طبعا لازم نلبس كفوف عشان نعرف نتحرك بايدنا. حاسة بدها بهارات شوي، راح ازيد. خلص خلصت لف الدوالي. بعدين بدي احضر هسه الطنجره، بدي استخدم طنجره الضغط، حطيت في قاعها الورق هيك بيكون خشن شوي. بدي احط دوائر من البندوره بعدين اصف حبات الدوالي. في ناس اول شيء بفرش ليمون في قاع الطنجره، في ناس بطاطا، اي شيء بدكم اياه. انا راح استخدم اول شيء البندوره لانه بتنزل مي. شك نبلش نصف. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما صفطت الدوالي شايفين ما شاء الله الكمية ممتازة وطنجرة كبيرة، وكمان خليت مكان عشان بدي احط بصل وبطاطا وبندورة واكيد زيت الزيتون وشوي من عصير الليمون والمي المغلية، كلهم بحطهم مع الوجه وبحطهم بالطنجرة. تقريبا بدهم ربع ساعة بيصيروا مستويين جاهزين. بس هسا ما رح احط البصل والبطاطا وهي الاشياء لانه البصل بيطلع ريحة من هون لوقت الطبخ، لانه لسه الساعة 4 ولسه الوقت طويل، يعني بدي احطهم تقريبا انا على 6 المساء فلسه مطولين. هسا هيك بغطيهم بالطنجرة وخلص. بعد هذا الوقت ما رح اقعد اكيد، لا بدي اعمل تبولة. فاول شي جبت طنتين بقدونس بدي انقيهم كويس وبعدين افرمهم بالماكينة. بدي استخدم صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلصت أكثر الأشياء، طبعا جليت الجلي بس بستناهم ينشف عشان أذوبهم. طبعا هاي مش أول جلية، يمكن هاي خامس سادس غير اللي بالجلاي. كمان راح أشغل هسا الجلاي، وكمان هون عملت جلاية بندورة مع بصل. يا سلام بهالشكل، شوف ما شاء الله الريحة بتشهي. وهي خلصت التبولة، فرمت عليها بقدونس وخيار وبندورة ورشة سماق على الوجه، وعندي التقديم بحط ليمون وزيت زيتون ودبس رمان. وهنا نقعت البرغل بشوي من زيت الزيتون والليمون والخل وشوي كمان من السماق، بعدين بحطهم على الوجه وبقلبهم، بس لأنه هسه لسه بكير طبعا بغطي وبحطه بالثلاجة.
كمان بدي اعمل الشمامة، ان شاء الله يكون طعمها حلو. بدي اعملها افرغها واحطها كمان بالثلاجة طبعا بعد ما اغطيها. هاي الاشياء اللي حضرتها للساعة 5، يعني هم بدهم يجوا 7، 7:30، فهيك احسن بخلص كل اشي وباخذ شاور وبرتاح وبقعد ما يكون وراي اشي ابدا. وهي الشمامة صارت جاهزة، غطيتها بدي احطها بالثلاجة. طبعا شو يا جماعة، حلوة حلوة، بتشهي زي العسل عن جد. تخليها هسه بالثلاجة لوقت التقديم ان شاء الله. يا سلام الريحة، اشي خرافي. بخاخ حطيت فيه شوي من المي ومعطر المفارش، وبرش على كل اشي، الكنب، كورنر، سجاد، برادي، على كل اشي. سقيت الزريعة وخلصت كامل، غرفة صارت بتضوي ضوي، نسكر الكهرباء. وهي عندي المطبخ نظيف ما شاء الله بالملمة، كل اشي جاهز، ضل بس انه اشغل طنجرة الضغط على الدوالي وهيك بصير كل اشي تمام. عندي هاي الغرفة كمان نظيفة، بس بدي ارش على كل اشي، كورنر، برادي. بسم الله ما شاء الله الريحة بتشهي. احلى اشي لما تخلصوا شغل وترشوا معطرات وبخور، يا سلام غير شكل. شغلت المكيف لانه شوب، بدي احط اشي على التلفزيون واقعد واعمل استراحة، ما ضل عندي شي ابدا. بعتبرك زي بنتي وسري، انتي بس اللي كشفتي.